اهلا بكم من جديد، ما زلنا معاكم وحديث القاهره، ووصلنا لفقره حديث القاهره الموازي بورصه الكلام مع زميلنا العزيز خالد البرماوي. مساء الخير يا خالد. مساء الفل يا كريم. مساء الفل. مساء الفل يا خالد. سبت لك اهو يوم جديد. محقق وموثق وملخص من بورصه الكلام، اهم حاجه المصريين يهتموا بيها اتكلموا عنها، محققه مدققه ملخصه. وبورصه الشخصيات لليوم الثاني على التوالي، الفنان القدير العظيم اسطوره الفن المصري عادل امام رقم واحد. اخبار كتير وشائعات كتير تم وقدها بسرعه بسبب ردود الفعل، هنبص عليها. ودي كانت امبارح على فكره كان ترند، والنهارده كمان ترند، وفي تصريحات معانا. كامل الوزير وزير النقل بسبب تصريحات ليها علاقه بالقطار السريع، دكتور مصطفى مدبولي بسبب تصريحات ليها علاقه بالاجتماعات مجلس الوزراء والمحافظين، وكمان زيارته لانجلترا لتقديم واجب العزاء. خالد زكي الفنان القدير بسبب وفاة زوجته، كتير من التعليقات من مواطنين ومن مشاهير كانت بتتعاطف معاه النهارده بسبب وفاة زوجته، كانت الدفنة النهارده والعزاء بعد يومين. آليا دبت الثانية وفاتها ما زالت حديث السوشيال ميديا، خلاص ان احنا على ساعات من الجنازة، بكرة يقال انها تكون واحدة من اكبر الجنازات اللي شهدت التاريخ في المئة سنة اللي فاتوا. دي بورصة الشخصيات. طيب بورصة الموضوعات، الحاجات اللي انتوا اهتميتوا بيها عملتوها تعليق وشير. اول حاجه معانا هنا وفيها شويه توضيح. اول حاجه هو تصريح لوزير النقل بيقول فيه الكيلومتر الواحد من مترو الانفاق يكلف من 90 الى 100 مليون دولار. طيب ايه بقى التدقيق اللي هنا؟ هو كان هنا بيقولوا في اطار المقارنه ما بين المونوريل والانفاق، وبيقول ان المونوريل بيكلف ثلث، يعني تقريبا بنتكلم على 25 30 ل 35 مليون بس يا خير، وكان بيتكلم في المميزات ما بين الاثنين، وكان بيتكلم على اسعار المونوريل وعلى بعض الخدمات، ومن ضمن الحاجات اللي الناس اهتمت بيها جدا اشتراكات الطلبه. كمان الناس اهتمت بفكره ان دي الفتره اللي اشتغل فيها القطار السريع ما كملش اسبوعين ثلاثه، هي فتره تجريبيه وهيبقى فيه اتوبيسات تنقل المواطنين كمان للمحطات الرئيسيه لمده شهر مجاني. واهم حاجه بقى ايه؟ ان هيبقى فيه اخيرا في فكره تذكره تقدر تركب بيها اكتر من وصل، ده اللي كان بيحصل كده في اوروبا. اللي هي تركب بقى الاتوبيس بعض الخطوط مع المترو مع الترام. دي مواصلات القاهره. أيوة. شركه مواصلات القاهره دي عندها مونوريل، عندها مترو، عندها قطر سريع، عندها قطر سريع. هي مش تذكره كله. يعني هي بيبقى عباره عن حاجه شبه الاشتراك كده، بتدفع مقابل مادي وبتشحنه كل ما يخلص، وبتدخل بيه على حسب التعريفه بيسحب من كل وسيله مواصلات التعريفه بتاعي. اعتقد هيعملوا الاثنين، يعني فكره الاشتراك اللي تقدري تركبي بيه المواصلات كلها، او تيكت تقدري تركبي بيها اكتر من مواصل، يعني تقدري تنزلي تاخدي الاتوبيس بنفس التذكره. يبقى عظيم. اوكي. طيب طبعا انفعال وزير الصحه النهارده، وانتوا خدتوا المكالمه، وهو انفعل كتير، فهو واضح ان في حماس، واضح ان هو جاي بيقول لك جاي باجنده. أيوة. واضح ان هو مذاكر جدا، فدي برضو من حاجات الناس علقت عليها. الحاجات برضو الايجابيه جدا 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 النهارده، والصوره دي تم تداولها كتير، سواء من القاضيات نفسهم اللي هم حلفوا اليمين النهارده، او من زويهم ومن اهلهم. كان حفل كبير جدا، والصور غرقت الانترنت النهارده وامبارح كمان. طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها جدل كبير جدا اسعار الايفون، طبعا يعني الناس اللي بدات تحوش وتجهز، وشفنا شائعات كتير على فكره ناس بتبيع الكليه بتاعتهم، وطبعا مش صحيح، يعني اي حد شاف صور لناس بتبيع الكليه بتاعتها في تايلاند ولا في فلبين، الصور دي مش صحيحه، كانت دعايه سمجه. لكن الحقيقي بقى ان الاسعار هتبقى زياده جدا، لكن مش بالدرجه دي، بدليل ان شعبه الاتصالات بالغرفه التجاريه نفت ان الاسعار ممكن تصل الى 60,000 والكلام ده، بس برضه ما اتوقعش. هو بس سعره بره بكام؟ هو سعره بيتراوح من 1250 دولار ل 1400، من اول 900 800. في النهايه احنا بنتكلم عن حاجه و20,000 جنيه بس. انا نصيحه، لو ما تشتريش يا خالد، يا ما تشتريش النسخه الجديده. انا ما بشتريش انا الحاجات الجديده دي، ما بشوفها يعني ما تفرقش. النسخه الجديده، النسخه الجايه، لانه قال لك هيبقى في تغيير دراماتيكي في النسخه الجديده. طيب التشريع صعبان عليا قوي. النجم خالد زكي متاثر تاثر ومتألم ألم كبير، أو البقاء والدوم لله. البقاء لله. خصوصا هو كان عنده تصريحات عنها من فترة قريبة جدا، على إن هو إزاي إن في ظل قلة الشغل إن هي واقفة جنبه، لدرجة إن هم باعوا سيارة وبيستخدموا سيارتها، يعني الله يرحمها ويصبره. الله يرحمها. طيب من الحاجات برضو اللي هي بقى لها يومين ثلاثة معانا، هو الفنان الجميل عادل إمام. تابعته اللي حصل من شائعات ومن أقاويل. النهاردة لقينا
منشورين على الانترنت عملوا قلق وجد وضجه كبيره جدا واعجاب كبير. اول حاجه كان من الفنان الجميل شريف حلمي وهو بيحكي بيقول لك حدث اول امس، يعني قصده امتى اول امس ده؟ يعني قصده يوم التصريحات الخميس والجمعه. هو كان حكى الواقعه وهو بيقول ان هو صحي من النوم فجاه على تليفون، التليفون ده من مين؟ من الزعيم عادل امام، وقال له قوم يا شريف انت بتعمل ايه؟ تعالى يلا انا مستنيك فين؟ خدوا بالكم. قال له انا مستنيك في الجيم. راح له الجيم وقعدوا مع بعض وكلوا مع بعض وقعدوا يحكوا، وقال له وهو بيحكي بقى شيء بيقول تطرق الحديث لمسرحيه الزعيم، وهو كمان تذكر ريحاني وعلي كسار واشاد بالقدير فؤاد المهندس، وقال ان هو بيعتبر يعني بيقدر فؤاد المهندس، بيقول ان هو ليه فضل عليه، وحكى تفاصيل كتيره لا تخلو من بعض المواقف وبعض الشخصيات بتواريخها بمواقف. خدوا بالكم من سياق الكلام ردا على ما قيل. تاني تعليق من أستاذنا الصحفي القدير والشاعر أستاذ إبراهيم داود، قال لك برضو أنا في كل مرة أذهب إلى زيارة الأستاذ عادل إمام في بيته العامر أعود ممتلئا بالبهجة والغبطة والسلام. وقال لك إيه، أنا رحت لقيت معانا شريف حلمي وشقيق الفنان الكبير عادل إمام الأستاذ عصام إمام، وحضور زوج ابنة الفنان عادل إمام، وكمان الأستاذ توفيق حسين، حسين توفيق قصدي ابو الفنانه الجميله روبي. و طب ما تيجي نسمع منه هو شخصيا الموقف نفسه يحكي لنا. معانا الشاعر الكبير والحكاء والمؤرخ ابراهيم داوود نجم وسط البلد. اهلا وسهلا حبيبي. صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا وسهلا، اهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا. احسم لنا الجدل بقى. عايزين نعرف تفاصيل، يعني استاذ شريف حكى من اول المكالمه. لا ما احنا المره الاولى كنا مع الشريف وامبارح بقى ما كانش اول امبارح، هو المفروض راح للاستاذ عادل وكان المفروض ابقى معاه، بس يعني كان عندي ظروف ما تمكنتش من رحله امس يعني. طيب. والله انا بروح للاستاذ عادل بين الحين والاخر كده عشان اشحن شويه بهجه واسمع حكاياته اللي هي يعني هي حكايات شجيه وجميله طول الوقت عمال يفتكر ناس جميله بمواقف جميله وبعدين يعني سيبك من ايه ان احنا بنرد على 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 حد، احنا الاستاذ عادل ده يعني ربنا يديه الصحه. راجل تجاوز الثمانين وهو عايز يبقى في حاله وبيختار اللي عايز يشوفهم كمان، هو الاستاذ عادل ده مش اي حد بيعدي عليه. مين يعني مين اللي هو بيحب يشوفهم دايما ودايما بيترددوا عليه؟ اصدقاء يعني مرات يطلب زي الدكتور حسن شرشر، الدكتور هاني عنان، شريف حلمي، انا يعني في يعني ليه يعني هو بيحب ان هو يعني انا بعمل طول تاريخي في العمل الصحفي، عمري ما استغليت علاقتي دي في عمل صحفي. طب استاذ ابراهيم يعني احنا الحقيقه بما ان احنا بنحكي في حاجات حصلت فعليا انت طرف فيها حضرتك، كان رد فعله ايه؟ كلمته في الموضوع بتاع الكلام اللي اتقال عليه؟ قال اي حاجه؟ اتضايق سمع عنها اهله؟ يعني الناس قال انا عايز حصل هو سمع الموضوع فعلا؟ هو انا بطمئن الناس اللي هو كويس وعايز مش عايز دوشه، ما هو انا بقى لها كل شويه تطلع اشاعه عنه انه مريض انه مش عارف ايه معتز، هو الناس دي مالها؟ الراجل هو قرر ان هو يبقى في الروقان بتاعه بيتفرج على افلام بيحكي عن صداقات قديمه بيحكيها بشكل وبخفه ظل، يعني ما زعلش ما انفعلش، هي الفكره اللي انا يعني عايزه اعرفها، لان من حقه اساسا ان هو يعود بالمسؤوليه يعني القانونيه على الطرف الثاني اصلا لانه بيطلع عليه اشاعات غير حقيقيه. يعني لا انا مش يعني اسمحي لي لحضرتك انا ما بتكلمش ده، انا في رايي ان هو في الصغائر هو يعني بيسمو فوقها وياما طلع كلام وياما هو عايز هو انت عايز تقول انه ما بيعلقش على الحاجات دي ولا بيتكلم فيها في قعداته؟ لا خالص. هو ولا بس واضح كمان ان هو مش متابعها ولا بيسال ولا حد بيقول هو مش عايز يعني هو في الاول وفي الاخر الراجل الناس المفروض تسيبه في حاله، هو يعني مش فاهم انت بتكلمنا عن اختياراته دلوقتي يا استاذ ابراهيم، يعني بتقول ان الرجل عنده اختيارات مختلفه تماما في هذا العمر في من مع من يجلس وماذا يقول بالضبط، وهو راجل يا لا بيحب ان هو يعني ايه لعاداته حد يتكلم عنها ولا يتكلم في ايه، بس انا شخصيا
ببقى من اسعد لحظات حياتي الخمس ست ساعات اللي بقضيهم مع الاستاذ عادل ده. طيب هتسمح لي اسالك عن التركيز، تركيز الزعيم. الناس طبيعي احنا لما بنكبر بنتاثر، يعني دلوقتي الواحد بدا يجي له عدم تركيز. فالاستاذ مع قاعده كبيره زي دي كيف تكون حاله التركيز؟ انا شخصيا مش حاسس باي مشكله عند الاستاذ عادل. الحمد لله. بيحكي تفاصيل يعني انا ما اقدرش افتكرها. يعني لو انا حصلت لي وانا اصغر منه ب 20 سنه انا يعني صعب ان انا يعني افتكر بالدقه. يعني اخر مره فجاه كده افتكر مشهد في مدرسه المشاغبين، فطلب من احمد مقبل جوز بنته ان هو يجيبه، وجابه عشان يحكي لنا شويه حكايات ازاي المشهد ده اتعمل. يا سمعنا ان هو غنى الاغنيه كمان، يعني فاكر الاغنيه بكلمات بس فاكرها صم ودندنها وحاجه جميله والله العظيم. الراجل في حاله كده. طب يا الناس عايزه تطمن، مش احنا عايزين نطمع يعني يا استاذ ابراهيم، عايزين نطمع يعني الخمس ست ساعات دول بيطلع منهم كنوز، وكنوز يعني دي ملك اجيال. ما نطمعش بتدوينها، ما نطمعش تتنقل لينا بشكل او باخر. انا مش من حقي ان انا يعني اتكلم على لسانه، بس انا بقول لحضرتك ان انا ببقى معاه في حالة كأني قاعد مع حكاء عظيم، مش ممثل وفنان كبير. احنا محبين يعني وعايزين ينوبنا من الحب جانب، يعني مهم جدا يعني لما يحبك الأستاذ عادل حياته. يا رب يعني ربنا يديله الصحة ودايما يطمنا عليه. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، هو مثلا ايه يفتكر مثلا فنان زي إبراهيم سعفان فيقعد يتكلم عنه باعتباره حاجة كبيرة جدا في الحياة، بيتكلم عن المفكر والكاتب الكبير عبد الرحمن الخميسي ويحكي حكايات ازاي عملوا فيلم وازاي اتفقوا بدقه ودفع كام في غايه الصفاء. بس اتمنى يا استاذ ابراهيم اتمنى لما تقابله قول له الى الان هو نمبر 1 حتى على مستوى الديجيتال. انا بقول لك اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول كم ردود الفعل اللي موجوده في الصحافه العربيه على مستوى الجماهير العربيه، كم عمليات البحث والاهتمام بيه على كل الاقطار في الخليج في المغرب في الجزائر في تونس. انا شاهدت، انا البوست اللي انا عملته شفت العرب اكتر من المصريين كمان اللي هم كان ايدهم على قلبهم، بس هو ربنا يديه الصحه. فهو حب للناس يعني، هي القلق ده قلق حب. ونرجع نشوفه تاني لما ياخد القرار وهو في كامل لياقته، وربنا يديه الصحة ويخليه لينا، لأنه 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 بجد معنى كبير في حياة المصريين والعرب بشكل عام. وزي ما بقول لحضراتكم والله العظيم أنا ما يعني ما حسيت إن فيه أي حاجة. الحمد لله إنك طمنتنا عليه. نشكرك نحملك السلام، له كل المحبة والتقدير. نحن نسأل عنه من باب المحبة ونطمئن المحبين وهم كثر. بشكرك جدا شاعرنا الكبير الأستاذ إبراهيم داود. يعني أنا انفعلت، بس فعلا لأن فعلا الناس عايزة تطمن، الناس مهتمة. هو طمنهم وطلعت ناس. طيب. يعني احنا كده طمنين عليه. الشعب الرقمي جاي لكم من العالم الرقمي. غيره. طيب غيره يا أستاذ خالد. طيب عندنا شريف مدكور عمل حلقة يعني حركة كويسة جدا. كل سنة وهو وكان طيب. ترند. هو كل سنة طيب، هو عنده عيد ميلاده الخمسين. نمسك الخشب. هو عمل إيه؟ عمل بوست كده شيك وقال لك فيه النهاردة كان عيد ميلادي الخمسين وعملت حفلة في بيتي وعزمت حبايبي، وطبعا عيد ميلادي يعني هيجيب لي هدايا، وهو فكر إن الفلوس او الهدايا اللي هتجيله تترجم الى تبرعات مباشره لمستشفى اهل مصر. وكانت النتيجه 120 الف جنيه تقريبا اتجمعوا للمستشفى. دي كانت من الحاجات اللي كانت ترند. شريف دايما مبدع كده وعنده افكار ايجابيه جدا. بنشكرك جدا وكل سنه وانت طيب. طيب يا شريف كل سنة طيب. ايه اللي حصل؟ تامر حسني وبسمة باسيلي الفنانة المغربية وزوجة والمطربة المغربية زوجة تامر حسني. اللي حصل امبارح لقينا بعض الاخبار غير مدققة وغير محققة وغير موثقة، لم ننقلها لكم، بتقول ان في انفصال حصل. طيب شفنا الحساب بتاعها، لقيناها فعلا شايلة كل الصور، بس مش الصور بتاعت تامر وهي بس يا خيري، ده الصور في المجمل. فبدأ الفار يلعب شوية، لأن ده مش معناه أن موقف من تامر، ده في حاجة في الحساب كله. ثم بعدين لقيناها لغت المتابعة للتامر، فكده برضو الفار بدأ يرجع تاني، ثم رجعت عملت المتابعة. إيه السر؟ مش عارفين، بس إلى الآن في روايتين، رواية أن حصل انفصال ثم حصل صلح، ورواية تانية أن في تحسينات أو إصلاحات لو جاز التعبير في الحساب بتاعها. هو الفار بتاعك بيلعب كتير. طبعا اتفقنا. أنا صحفي إذن أنا أشك أن الإنسان ساعة الضغط
طالما خرجت اللعبه للسوشيال ميديا يبقى بيتصل ان شاء الله. انت حسب نظريتك طبعا خير عنده نظريه رقميه. وانا اتمنى التصريحات اللي اتنقلت على لسانها او اللي اتقالت على لسانها دي ما تكونش حقيقيه وما تكونش صحيحه. وبقول للناس ارجوكوا يعني ده بيت واسره. طيب. وولاد اخرك بقى اخري لقطه بس هو اخري في ماشي سرعه الانترنت في مصر ده تقرير ظريف كده بيتعمل. والجود نيوز ان احنا اتحسننا كتير عن السنتين تلاتة اللي فاتوا. اللي مش جود نيوز بقى ان احنا يعني ما فيش يفوقنا دول كتيرة جدا في مرتبة 81 يعني سرعة الانترنت في الموبايل 140 دولة لا الحقيقة يعني هو مقرر سنتين تلاتة يعني. سرعة الانترنت اتحسنت لكن للأسف ما نمتش بشكل كبير جدا. تمام. بس دي اعمل قصص في قصة من سيلتك طبعا هي الحكايات ما بتنتهيش لكن وقتنا بينتهي. هحكي لكم بقى لما نخلص. استنانا بره استناكم. بنشكرك جدا. شكرا جدا ميخائيل. بنشكر زميلنا خالد البرماوي. هنطلع فاصل وبعد الفاصل يعني هي فقرة حزينة شوية فقرة رياضية الأول مش حزينة ولا حاجة. إيه ده حزن لسه هنأجله. خريطة صفقات الدوري المصري من اشترى الأهلي. سمعنا عن 10 صفقات للزمالك. الأهلي جاب صفقة ونص. لسه في لعيبة كتير معلقين. سمعنا أسماء إنها راحت وما راحتش. عايزين نفهم في النهاية صفقات الأندية في مصر الأهلي الزمالك الإسماعيلي بيراميدز فيوتشر المصري. هنعرف ده كله مع ضيوفنا الأعزاء بعد الفصل.